بيكم أصدقائي الأعزاء، أنا موسى الجميل من نماذج تحدي الإعاقة. الإعاقة الحقيقية فيها عقول بعض الناس وليست الأجسام، وأصدقائنا من ذوي الإرادة كل يوم بيثبتولنا فعلا الكلام ده، إن مهما واجهوا من صعوبات وتحديات بقوة إرادتهم وعزيمتهم قادرين على تخطيها، قادرين إن هما يعيشوا حياة طبيعية. استخدامهم للعكازات أو الأطراف الصناعية بيديهم دفعة كبيرة لتخطي هذه الإعاقة. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين ولكن باختلاف. صديقتنا الجميلة فقدت أحد ساقيها بسبب إصابتها بالكانسر، فقدت أحد ساقيها ولكنها لم تفقد الإرادة ولا العزيمة، جواها طاقة كبيرة. صديقتنا نموذج جميل مليان أمل وسعادة، قوة إرادتها وعزيمتها نجحت في إنها تكون نموذج ملهم لكل متعدي الإعاقة. قوة إرادتها وعزيمتها نجحت في تخطي وكسر كل القيود اللي فرضتها عليها الإعاقة، وبقت نموذج ملهم لكل متعدي الإعاقة. تظهر جمالها مع اختلاف عقيدتها.